الذبح لله عند القبر بدعة، وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر، لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر، ويكون شركا أكبر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر وتعظيم صاحب القبر، لأن الذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله، فهو من العبادات، فإذا صرفه للقبر فقد صرف شيئا من أنواع العبادة لله فيكون بذلك مشركا.